لمزيد من التفاصيل حول القرارات الأخيرة ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا، حياكم الله. كيف تقرؤون قرار حكومة عبد المهدي المتعلق بإعفاء الإيرانيين من رسوم تأشيرة الدخول عند قدومهم إلى الأراضي العراقية؟ أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. في الحقيقة هذا القرار هو قرار رمزي لا قيمة له من الناحية الحقيقية، فهو ظاهريا مرتبط بأن تبادر الحكومة الإيرانية أيضا برفع الرسوم عن التأشيرات التي تمنح للعراقيين، لكن كما قلنا أن هذا القرار رمزي ولا قيمة له، لأن هناك مئات آلاف الإيرانيين يدخلون في مواسم الزيارات السنوية التي تحدث على الأقل مرتين أو ثلاثة في السنة، يدخلون مئات الآلاف من الإيرانيين بدون أي تأشيرة وبدون اتباع القواعد الأصولية في تسجيل أسماء الداخلين إلى العراق والمعلومات اللازمة عنهم في المنافذ الحدودية. رأيناهم من قبل يقتحمون المنافذ الحدودية ويحطمون البوابات الحدودية ويحطمون المكاتب الرسمية في المنافذ الحدودية. من هنا أيضا هناك إشارة إلى مسألة مهمة، وهي أن المئات الآلاف من الإيرانيين الذين يدخلون بتأشيرة أو يفترض أن يدخلون بتأشيرة، هذا مورد للعراق، بينما ليس هناك مئات آلاف العراقيين الذين يذهبون لإيران، وبالتالي هذا لن يحرم إيران من موارد مادية لكنه سيحرم العراق من الموارد المادية. في هذا الصدد يرى بعض المدافعين عن هذا القرار أنه يدخل ضمن تنمية السياحة الدينية بين قوسين، ما مدى صحة ذلك وما هي الأهداف الحقيقية للقرار برأيكم؟ لو كان هناك نية لتنمية السياحة في العراق لتم تطوير المرافق السياحية في المدن السياحية العراقية أو الآثارية، وليس في المدن التي تحوي على مراقد مقدسة لدى الطائفة الشيعية في العراق. هم فقط يطورون أو ينشئون المرافق السياحية على بساطتها ومحدودية خدماتها في مدن النجف وكربلاء والكاظمية، بينما تبقى مدن العراق الآثارية ومعالمها الرئيسية مهملة وغير متاحة للسواح. إلى أي مدى يرتبط قرار الإعفاء من دفع رسوم الدخول للعراق بقانون التجنيس الأخير؟ قانون التجنيس الأخير وإن كان لم يقر، هو مجرد مقترح من وزارة الداخلية، لكنه بالتأكيد قرار خطير مشروع لقانون خطير، يعني يمس بالتركيبة السكانية في العراق ويلحق بها ضررا كبيرا لأغراض طائفية، وهذه عملية التغيير السكاني في العراق حاصلة فعلا منذ 16 سنة، فمناطق حزام بغداد على يعني نحو خاص تشهد هذه العملية المحمومة في التغيير السكاني، يجري إفراغها من سكانها الأصليين وإحلال مجاميع سكانية هجينة بدلا عن سكانها الأصليين. هذا كله يجري لأغراض طائفية من جهة، ولأغراض تدمير المناطق التي كانت حاضنة للمقاومة العراقية خلال السنوات الماضية. سيد مصطفى، إلى أي مدى تظن أن هذه القرارات سواء الرسوم أو مسودة قانون التجنيس هي عبارة عن تبعات ونتائج لزيارة حسن روحاني للعراق مؤخرا؟ حتى إذا لم يزر حسن روحاني العراق، فإن هذه جزء من مخطط يجري تنفيذه ضمن خطوات مبرمجة وممنهجة. الأمر لا يتعلق فقط بزيارة روحاني، ربما تم إخراج هذا الأمر إلى العلن في ضوء زيارة روحاني، تم إبرام عدد من الاتفاقيات، تم الاتفاق على بعض الأمور بين المسؤولين في العراق وإيران خلال الزيارة، لكن الأمر مرتبط بما هو أكبر من ذلك،
مرتبط بالمشروع الفارسي الذي يراد تحقيقه في العراق. السيد مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.